السلام عليكم هاجرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ممكن نتعرف؟ انت مين يا بابا؟ انت جاي تبع مين؟ بقول لك ايه، ما تتصورجيش علينا، انا قاعلك يزدخك. انا بقول لك اهو يا عم، انت بالراحة، ما تتكلمش انجليزي، كلمني مصري. شكلك بقى كلوت، خليها تاكلك. ايه زح يا سعان يا كبريته؟ بس لا يا ابن الكلب. هلا بقول لك يا مدام، هو انت متضايقه من حاجه؟ عندي حاله وفاه. طب شد حيلك. الله يشدك. لا ليه من نفسك عشان ما اتخربش. بقول لك يا حبي، انت اسمك ايه؟ بومبا. ها؟ انت بومبا. بومبا، تعرفي انك لو فسيتي وانت بتعتصي جسمك هياخد سكرين شوت؟ انت بتضحكني ولا ايه؟ بقول لك اقعد مع ابوك واتكلم عادل. انت في حاجه هو ولاك؟ قلبي اللي انا شايله على كتفي دوت هو اللي تعبني وربنا. بقول لك ايه؟ ما تيجي نرتبط ببعض والنبي، نفسك تبع الفيس ان ريليشن شيب. اصل انا متجوزه ثلاثه، ما ينفعش يا ست. ما تاخدينا على البصله، هي تيجي عليا. اكرم يا جزمه انت. معلش يا بومبا، شويه كده وهفرقع فيكم كلكم. ولا زكريا غني معايا وانا ماشي على الطريق. نان 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 نان. كنت في حته خرب. ولا اضرب على المرأة. لا ولا ما يفلتش منك. لا يا ابن الكلب. هلا احفظه اديله في دماغه. هلا جرع. هلا جرع. انا اشدر في بقك يا ابن الكلب. هلا خلي بالكم بقى كده عشان الزونه تقفل. هي بنت يا بومبا. مش احنا بقى اصحاب خلاص؟ طبعا يا زميلي، عيب عليك، احنا اتصاحبنا كده خلاص. يلا بقولي عندك كام سنه؟ بتقوق ليه؟ والله ابله، لو قلت لك عندي كام سنه هتقفل لي وما عادش هتكلميني. والنبي انا كل اصحابي بيكلموا بنات اللي انا، معلش هات رقمي. رقم يا ابن القرع ده، انتوا بتخافوا تخشوا الحمام للجوع ولا؟ اظبط نفسك يلا، وخلينا نلعب الجيم عشان نخلصها على سكات. طب بطل لك لك عشان هم جايين اهم، تخلي بالك بقى. انا مأمنكم كلكم اهو، ما تخدش هيله من اي حد يا جدعان. لا شوفوها غربيل ولا ولا يا جدعان. لا مش هقول للرفيف. ابلة امر لله. زكريا ده لو حيت امك ولا حكيم. انت متوحد هلا، مش كل جيم هتقعد تموت لي وانا اقعد اصحي فيك. عيل خوصطيقة، تعال يا كلب. انت يا ابني. ايوه ولا عليه. لما اقول لك حاجه تقول لي نعم. تفضل. العظم من كل ذنب العظم يا رب. انت يا ابني. قلت قول نعم. نعم هو عليه. ايه رايك؟ والله لولا ان هم جلد طبيعي كان زمانهم متفرتكوا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، واعمل كمان اعجاب، يبقى انت راجل.